الجديد في الذهب نقربوه منكم حتى نرضيكم، والبنات عندهم ما يوريكم. السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم غادي نبروبوزي لكم لا غورميت قلوي في الحله الجديده ديالها اللي كتجي على هذا الشكل. البنات كيف كتشوفوا معايا، غادي نحاولوا نشوفوها عن قرب كيف كتجي. بيان سور البنات القلوي دابا راه طوندونس وهو اللي خارج. لا غورميت ديالنا كيجي فيه هنايا هذا البوندونتيف ديال القلوي، كيجي فيه هنايا حجرات في البيض وهنايا حجرات في البيض، ومن الوسط كيجي سامبل. لا غورميت ديالنا كتجي على هذا الشكل، العوينات ديالها كتجي انو مشدوده في هذا العوينه اللي بحال ما هكا، عندنا السداده ديالها على هذا الشكل، وفيها دي نيفو فين كتقدري تسديها مع خميسه بيان سور سداده، شي حاجه اللي خفيفه وزوينه وانيقه اللي غنحاولوا نشوفوها كيف كتجي من البوز. تابوناو فاش كتسناو، راه الذهب ملي كيتلبس عاد تيزيان ويبان. كيف كتشوفوا معايا البنات لا غورميت ديالنا من البوسه كتجي على هذا الشكل، الديزاين ديالها كيجي خفيف ظريف، شي حاجه اللي انيقه صحيحه وغزاله وفيها واحد اللمعان خاص. كنتمنى انها تكون واضحه بالنسبه لكم ونال الاعجاب ديالكم بالصحه والراحه مسبقا. وما تنساوش مجوهره فاتن دايبي حتى لعندك. باش يبقى يوصلكم الجديد ديروا جيم للصفحه ديالنا وتابوناو معنا، وغير بكليك كلشي بين يديك. بيجوتري فاتن دايبي حتى لعندك.